من مننا مشاهدينا الكرام لم يتذوق طعم الشاهي العدني وحلاوته؟ أكيد الكثير يعرف الشاهي العدني، ويختلف أيضا الشاهي العدني من مكان لآخر. الشاهي العدني في عدن يختلف عن الشاهي العدني في بقية الأماكن، له ذوق خاص ضع صيته متجاوزا الحدود إلى دول شتى، فبمجرد أن تتذوق هذا الشاي يعود بمخيلتك إلى عدن وحوافيها العريقة وقهاويها الشعبية التي يرتادها متذوقي هذا الشاهي من الأدباء والمثقفين وكبار السن، بل أصبحت هذه المقاهي مكانا وتجمعا لمناقشة العديد من القضايا المختلفة. يعتبر الشاي العدني سمة من سمات مدينة عدن التي عرفت الشاي بطقوسه الاجتماعية المحيطة بشربه طيلة القرنين الماضيين، حيث تميزت عدن بعاداتها الثرية والمتنوعة التي لا حصر لها. تشكل المقاهي الجديدة الأغلبية العظمى بعدن، إلا أن المقاهي القديمة لها رواج خاص عند روادها. يعد مقهى السكران الذائع الصيت قبلة للنشطاء والشعراء والأدباء في قلب مدينة كريتر التاريخية، حيث يعد واحدا من أقدم وأشهر المقاهي الشعبية في عدن الذي يعود تاريخه إلى بداية القرن التاسع عشر، ويعد أحد أهم المقاهي التي ما زالت شاهدة على الموروث الثقافي لمدينة عشقت الشاي وربطت به منتدياتها الثقافية وجدالاتها السياسية وتبادل الأفكار العلمية والثقافية والفكرية والتعليمية، حيث أسهمت وبشكل كبير في تشكيل الوعي الاجتماعي. أنا أجي هنا أحياناً كي أشرب الشاي حق مقهى السكران، يساعدني مذاكرتي، وشاي ما شاء الله مركز جداً جداً جداً، له شهرة كثيرة بعدن خاصة عند كبار السن، دائماً يشربوا خاصة بعد صلاة المغرب، ما شاء الله تشوف المقهى مليان والناس يشربوا له لذة وطعم يعني غير عادي ما شاء الله. الأستاذ شكري السقطري يرجع أن عشقه للشاي العدني مرتبط بذكرياته الخاصة المتعلقة بمرحلة دراسته الجامعية في العقد الثالث من عمره مع أقرانه الذين كان يلتقي بهم هنا في هذا المكان. احتساء الشاي عنده ليس تعديل للمزاج فحسب، بل محطة لقاء بالأصدقاء وتبادل للهموم والمشاكل وسرد للماضي العامر بالذكريات، ممزوج بحلو المذاق لشاي تفردت به عدن اعتادت على شربه عشرات السنين. وبطبيعة الحال لا يغيب الحديث عن الزمن الحاضر وهمومه. تعتبر هذه المقهى التي نعتادها يوميا يعني من أفضل المقهى الذين نحن درسنا في عدن في 1997، وكانت هناك رابطة يعني بين هذه المقهى وأبناء يعني أرخبي السقطرى، فكنا نعتاد هذه المقهى وانقطعت فينا السبل نظرا للظروف والأوضاع الحاصلة يمكن في حدود 7 سنين أو أزيد أو تزيد، والآن أول ما وصلنا عدن حبينا أن نستعيد ولو جزء من الذكريات لهذه المقهى ولهذه يعني الزيارات اللي كنا اعتدناها من قبل. فسبحان الله الإنسان دائما يحن إلى الماضي ولو كان بسيط. حفاظ مقاهي عدن على جودة وأصالة مذاق الشاي العدني على مر السنين الأمر الذي ساعد في إقبال كبار السن ليس فحسب، إنما شمل مختلف الشرائح والفئات العمرية بل وحتى الأطفال، حيث أضحت جزءا مهما من تفاصيل يومهم. أكثر الفئات إقبالا للمقاهي جميع الفئات، الشباب والشيوبة دورها في صناعة تعمل المقاهي على تلاقي الأفكار بين الشباب وتبادل الآراء السياسية والثقافية، تناقل المشاكل فيما بين المجتمع، تعمل كذلك على تفريغ الضغوط الاجتماعية يعني من كثر ما البلاد ما هي مزحومة مشاكل وضيق وهموم، فتلاقي هذا الملتقى يعني تنفيس للشباب تنفيس للشيء. فالمقاهي في عدن ليست فضاءات استهلاكية لمشروب معين فحسب، بل هي حدث تتحدد فيه علاقات الناس وطبقاتهم وطبيعة همومهم.